بسم الله يا ابن الروح القدس الواحد امين. ميري قالت لي اتكلم النهارده معاكم عن يعني الحقيقه الصلاه، وطبعا يعني مفيش حياه روحيه من غير الصلاه. طبعا انا هتكلم، بحب اتكلم دايما من جانب الاباء القدسين اللي عاشوا حياة الصلاة واختبروا ايه معنى الصلاة وحياة الصلاة، واختبروا الله يعني على اختبار، وده اللي احنا مطلوب يعني دايما في حياتنا، اللي احنا يبقى فيه اختبار مع الله. وطريقة الاختبار مع الله دي بتيجي بالحوار مع الله اول حاجة، يعني لازم يبقى فيه حوار مع الله عشان واحد يختبر الله. وكل الاباء القديسين ما بقوش قدسين غير ما هم عاشوا حياة الصلاة، يعني كل قديس مميز بحياة الصلاة، بابا كرولوس حياة الصلاة، كل القديسين اللي احنا نعرفهم المعاصرين كلهم زي ابونا عبد المسيح المناهري، يعني ابونا ابراهام وابونا مفلتوس، كل دول القديسين نسمعهم الحاجة المميزة اللي بيوصلهم للقداسة اللي هي حياة الصلاة. وكثير من الآباء كتبوا عن اختبارهم في حياة الصلاة، زي ماري اسحاق السورياني، زي حنة الدرجي، زي الأنبا مكاريوس، القديسين دول كتير، أنبا سيناسيوس، ودول كتبوا حاجات جميلة وعميقة عن اختبارهم مع الله في الصلاة، وده اللي احنا نقدر نتعلم منه باستمرار. احنا نيجي نرجع لأقوال الآباء واختبارهم، بنلاقي كده هو الصلاة أعمق من اللي احنا نقدر نتصور، يعني there is so much depth in the life of prayer، وإزاي الواحد يختبر ربنا. فطبعا الحياة الصلاة هي حوار مع الله، يعني ماري اسحاق السورياني يقول it's the communion with God، الواحد إزاي يتكلم مع ربنا و ديالوج مع ربنا، حوار مع الله. ودي طبعا اما نيجي نراجع كده هو التاريخ الاناجيل وتاريخ البشريه كلها، اما ربنا خلق الانسان ادم، خلقه في جنه عدن، وكان هو ادم بس، وكان في الحوار مع الله. يعني ربنا خلق الانسان، خلقه اللي هو يعيش معاه وفي continuous dialogue with God، continuous يعني حوار مع الله، هو وادم، وكانوا عايشين جمال الحياه، ادم بيكلم ربنا وربنا بيكلم ادم، وربنا قال له شويه وصايا. وعشان كده في سفر التكوين اصحاح 3، كان فترة بعد ما ادم سقط ربنا قعد يدور عليه، قال له اين انت يا ادم، فينك؟ فكان مستخبي من ربنا مستخبي، فما لقاه قال له ربنا استخبيت منك عشان انا بيت عريان. قال له ربنا قال له طب ازاي انت عارف ان انت عريان؟ فطبعا انت عارفين القصه يعني، لكن السقوط خلانا اللي احنا نبقى عريانين قدام ربنا، يعني القطيه بتفصلنا عن الله، بتفصل حياه الصلاه، بتفصل حياه الروحانيه من عن ربنا. عشان كده ادم اما سقط كان حس نفسه عريان قدام ربنا، فكان مكسوف خالص. كذلك اما احنا في حياتنا الروحية ما نقدرش نبتدي حياة الصلاة او حوار مع الله واحنا في الخطية، يعني ما ينفعش خالص. وعشان كده يعني في كل الاباء زي حنة الدرجي يقول اول حاجة اللي احنا عشان نبتدي حياة مع الله لازم يكون في renunciation اللي هي give up، you have to give up، وdetachments الحاجات المعطلات في حياتنا لازم نشيلها عشان نبتدي حياة مع الله.
ونبتدي الحوار مع الله وكلام مع ربنا والصلاة مع ربنا، أما يبقى مفيد، أما يبقى الواحد ما يبقاش عايش في خطية. ما يقدرش، ما ينفعش يبقى في علاقة مع الله وفي حاجة أنا مشغول بيها في حياتي ومسيطرة عليا، مش هستفاد. يعني دايما أريان قدام ربنا وبجري منه، hiding from God all the time. فأول حاجة في الحياة الروحية، حياة الصلاة، لازم الواحد يبتدي اللي هو يسيب شوية من الحاجات اللي أنا متمسك بيها في حياتي، والحاجات اللي هي الأمور اللي بتشغلني في حياتي دي، المعطلات للصلاة، معطلات الحوار مع الله. ومهم قوي الواحد يبقى، يعني لو واحد عايز يبتدي حياة روحية، اللي يبقى فيه detachments، the renunciation of the sin، يعني and detaching from the worldly things that distract us، الحاجات اللي بتعطلنا، الحاجات اللي احنا بنمسك بيها، سواء whatever. احنا كل واحد عارف ضعفاتنا، كل واحد عارف الحاجات اللي احنا بنتمسك بيها. بنتكلم من جانب اللي احنا لو عايزين نخش في اختبار عميق مع الله في الصلاة، فما يبقاش واحد مشغول بحاجة معينة، لأن مش هنقدر نخش في حياة عميقة deep relationship with God لو كان في distractions في حياتنا. والآباء القديسين دايما يتكلموا عن الحكاية دي، في أول حياتنا الروحية لازم يبقى في يعني وقفة جامدة اللي رب انا عاوز، يعني لو في حاجه طبعا معطله احنا نتصلي من اجلها اللي ربنا يشيلها عننا. واي حياه الصلاه او حياه الروحيه لازم يبقى في استمراريه، continuous and it requires effort، محتاجه جهاد. عشان الواحد يستفاد في حياته الروحيه والصلاه لازم يبقى فيها جهاد، لازم يبقى فيها تعب. وكل ما يبقى فيها تعب، كل ما الواحد هيستفاد أكتر وأكتر بإحساسه ربنا، يحس بربنا أكتر وأكتر، ويبقى حاسس اللي هو في حضرة الله باستمرار. وديت الحاجات اللي هي الريوردز، يعني الجايزة اللي الواحد بعد استمرارية الحياة الروحية أو persistence in praying in our spiritual life، في حياتنا الروحية أو في الصلاة، لازم يبقى فيها جائزة في الآخر، اللي أنت تحس بوجود الله في حياتنا، وربنا يبقى مالي حياتنا، ويبقى أحلى حاجة في حياتنا، ويبقى طعم ربنا حلو، واشتياق لله باستمرار، ونخش في حب عميق، divine love into the divine love of God. يبقى زي يعني آدم وربنا، كان تحس الواحد كده قبل السقوط كانوا بيتمشوا مع بعض، أنكجي مع بعض كده، يعني إحساس الأنكجي، عارفين يعني واحد بيحب واحد، يبقى بيتمشوا ويتكلموا وتحاولوا. هو ده الإحساس اللي الواحد ممكن يوصله في حياتنا الروحية، إن بشتاق لله، أشتاق أقعد معاه، أشتاق أجري على أوضة الصلاة، أجري على الكنيسة، أجري على الحاجات دي، لأن عارف أنا بستفاد إزاي وبقابل مين. وزي أي حاجة في حياتنا، لو إحنا عايزين ناخد الجايزة لازم يبقى فيها تعب، ولازم يبقى فيها جهاد. لو أنت مثلا عاوز تتعلم إزاي تلعب العود مثلا، لازم في جهاد، لازم نقعد نتمرن، وازاي لازم نتعلم ميوزيك ونتعلم حاجات كتيره، وسهر وسهر وسهر، في الاخر تبقى بتلعب العود حلو قوي، جميله قوي. كذلك لو انت عاوز تخس مثلا، كلنا عايزين نخس، فلازم برضو الواحد يعمل اكسرسايز ويخلي باله بياكل ايه، يصوم عن نوعيات الاكل، وفي يعني الواحد يخلي باله من حاجات كتيره وجهات، في تعب. في الاخر الواحد بيخس. واحد عاوز يربي عضلات مثلا، يروح الجيم، بيقعد ساعات في الجيم ومش هيربي عضلات في يوم وليله، لازم
باستمرار يروحوا ساعتين ثلاثة كل يوم ويجاهد وفي الآخر يشوف الريزلتس. النهاردة كنت بكلم مع دكتور مارك مجدي ابن أبونا يعقوب، فبيقول لي في اكتشفوا أصل هو بيعمل العملية المعدة دي بيعملها كده، بيقول لي في حاجات كتيرة جديدة دلوقتي للخساسين يعني. بيقول لي لقوا في، عارفين البول تور، اسمه تور بول مش كده ولا ايه؟ البول اللي هو زي البقرة بس الراجل، بقرة الراجل يعني. اسمها بول مش كده؟ تور مش كده؟ تور اه. في نوعية من التور كده هو عنده عضلات very lean يعني عضلات قوية قوي، والنوع مش يعني خلي شكله حلو كده. فاخدوا بيقولوا يعني، قال لي احنا ابتدوا ياخدوا الجين بتاع العضل ده ويصنعوه ويعملوه حبوب ويدوه للبني ادم، ومن غير ما يعمل اكسرسايز يربى عضلات، يبقى زي الثور يعني، الانسان يبقى زي الثور. صدقني دي حاجة جديدة وهتنزل قريب يعني. اللي عاوز يبقى ثور يبقى ياخد الحباية دي من غير اكسرسايز تربي عضلات. ما بقاش بقر. قلت يعني حاجة لذيذة قوي، الواحد عاوز يبقى ثور يبقى ياخد حباية يبقى قوي زي الثور. لكن في باستمرار بيكتشفوا حاجات كتيرة يعني. لكن عاوز أقول يعني من غير ما واخد الحباية لازم في جهاد، يعني لازم في جهاد، لازم يبقى في تعب. كذلك في الحياة الروحية لازم الواحد يجاهد، لما يجاهد هيشوف ربنا أكتر وأكتر ويبقى واضح في حياتنا. وديت بتبقى النعمة اللي ربنا بيديها لنا والجايزة اللي ربنا بيديها لنا مع جهادنا الروحي. وطبعا الجهاد الروحي يعني زي ما قلنا في أي حاجة لازم يبقى فيه جهاد، في شغلك في حياتك لازم يبقى فيه جهاد يعني، وفي السهر وفي الحياة مع الله بيبقى فيها جهاد. لو احنا مثلا احنا بنضيع وقت كتير في حياتنا، واحنا عارفين بنضيع وقت كتير في حياتنا يعني، قعدت احسب كده هو لو واحد مثلا بينام ما بين 8 ساعات او 6 ساعات، 8 ساعات ل 12 ساعة، وعاش ل 80 سنة يبقى نام حوالي 35 سنة في حياته، 35 سنة في حياته. ما هو يعني شوفوا قد ايه الواحد بينام على مدى الحياة كلها حياته اللي عاش ل80، هيلاقي نفسه نام في حياته 30-40 سنة مثلا، وتلاقي نفسك قعدت الأكل ديت هتلاقيها مثلا 12-15 سنة وانت قاعد بتاكل في حياتك. شغلك هتلاقي نفسك بتشتغل مثلا 40 سنة في حياتك. فبنضيع وقت كتير في حاجات كتيرة، ويجلي ما بنيجي عند الصلاة ما بنديش الوقت الكافي. لكن كل القديسين عاشوا حياتهم كلهم كالصلاة يعني، لو احنا كانوا يناموا قليل 3-4 ساعات وبقيت حياتهم كلها حوالين الصلاة، حوالين اختبار مع الله، حياتهم ماشية مع ربنا وكل حضرة الله، وفاكرين وشايفين وحاسين بوجود ربنا في حياتهم. وعشان كده احنا في حياتنا برضو حتى لو احنا في شغلنا او في اي حاجة بنعملها، الفكر اللي احنا مع ربنا ده الصلاة لوحده. اما الواحد يحس اللي هو شايف كل حاجة حواليه وفيها ربنا، بنفكر نفسنا باستمرار ربنا موجود، ده صلاة يعني. مثلا لما يشوف الشجر بيتهز كده في الهواء يقول ياه شوف الشجر ده بيسبح ربنا. لما يشوف مثلا يطلع على البحر ويشوف البحر كده جميل يقول يا رب شوف خلقتك انت يعني خالق الحاجات دي. ويشوف الحيوان بيتعامل ازاي مع مثلا كلب او قطه، يبص كده يقول لي شوف جمال خليقة الله. يعني
كل حاجة بنفكر فيها في حياتنا أو بنستخدمها بندي الشكر وحمد لربنا على اللي هو خالق كل حاجة. وزي ما ماري إسحاق السورياني بيقول ربنا كل حاجة خلقها هو بإيديه بيحبها، الإنسان، الكل، النباتات، الحيوانات، كل خليقة ربنا خلقها بيحبها قوي. فإذا كان ربنا بيحبها إحنا برضو نفتكر، يعني كل ما نشوفها نحط فكرنا اللي أنت ربي خلقت الحاجات دي، ده الصلاة. فكل ما الواحد بيبقى مشغول بربنا وفكره في ربنا، ده نوعية الصلاة اللي الواحد ممكن يعيشها في حياته ويختبر ربنا أكتر وأكتر. زي ما قلنا الأول حاجة، الصلاة هو حوار مع الله. كان في وعظة زمان للبابا شنودة جميلة قوي قوي، لو حد يقدر يطلعها، أنا مش عارف يعني كتبها بالعربي، هي اسمها حوار مع الله، ما فيش حد سمعها ولا يعني. وكانت جميلة قوي، اللي هو سيدنا الأنبا بابا شنودة كان بيصليها، يعني مش وعظة، كلام هو بيقوله، زي الواحد ما يبقى قاعد بيكلم ربنا. لو تقدروا تطلعوها تسمعوها تتبسطوا قوي منها، يمكن من بقالها يمكن 30 40 او اكتر سنة. فالآباء بيتكلموا عن ربنا ك الكوميونيون وذ جاد، to experience the presence of God. كل ما الواحد يبقى في حوار مع الله، احنا we will experience the presence of God and the love of God. يعني هنختبر ربنا حاضر معنا وحب ربنا. الديالوج ده مع ربنا، الحوار مع الله، it is between الروح الإنسان وربنا. يعني لما بنيجي نتكلم مع ربنا، الروح هو بيتكلم وبيختبر ربنا عن ال divinity of God، يخش في ربنا نفسه. يعني هي الروح بتكلم روح ربنا، ربنا هو روح. لما بنيجي بنصلي بالروح، يبقى احنا بنختبر ربنا عن وسيلة الروح الإنسان. Where the soul is lifted up, the spirit or the soul is lifted up to the mysteries. في بتترفع في أسرار ربنا، الصلاة بتوصلنا لأسرار الله. وما بنشوف أسرار الله، الحاجات اللي بتدخلنا إلى حاجات عميقة ممكن واحد ما يقدرش يفهمها أو يعرفها لغير ما هو يخش فيها بالروح. الإنسان روحه بيبقى مليان من ربنا، ربنا بيكشف له عن أسراره، ودي تيجي بالصلاة. لأن إحنا محددين حياتنا في الصلاة، إحنا we limit our relationship with God. إنه إحنا نصلي شوية مزامير ونقرأ الإنجيل وبعد ننام، لا، مش هو ده. ده مش هيوصلنا للاختبار مع الله. الاختبار مع الله اللي هو أما قعدات مع الله بمدة، يعني with time، عشان نخش في اختبار مع الله، عشان ربنا يكشف لنا أسراره. لأن ربنا عاوز يكشف لنا أسراره، ربنا عاوز اللي احنا نخش معه أعمق ويبقى في علاقة حب مع ربنا. وربنا عنده استعداد اللي هو يدخلنا في أسراره، ونتمتع بالسلام ونتمتع بالعزاء. إزاي نتعزى؟ إزاي الواحد يعيش يحس بسلام ربنا وجود ربنا؟ دي بتيجي مع الوقت في حياة الصلاة. ماري إسحاق السوراني يقول الصلاة هي the breath of the soul، يعني النفس اللي بيطلع النفس الروح بتاعنا. ربنا بنحس we breathing في
في النفس بتاعنا. It connects us, a profound connection with the Creator. في الصلاة ممكن الواحد يوصل لروح الله تبقى متحدة مع ربنا. اتحاد مع الله بالروح بالروح. زي البابا كرولوس مثلا. لما وصل لمرحلة الصلاة في حياته الروحية اللي هو روحه في اتحاد مع ربنا فكان ربنا بيكشف له حاجات. يعني ازاي يكشف له حاجات؟ يبقى عارف ازاي مين اسمك ده اللي جاي وجاي منين وصفات عنك دي ازاي دي تيجي. يعني ازاي وصل اما يوصل للدرجه ديت اما هو روحه روح سيدنا يعني بابا كرولوس من حياته اختبار مع الله يبقى روحه is connected مع الروح ربنا يبقى ربنا بيكشف له في تبادل من الأسرار اللي ربنا بيديها له عشان يبقى عارف اللي قدامه مين وهو فين. مش بحكي لكم الحكاية دي كان أبونا يعقوب بحكي لي مرة زمان أما كان شاب يعني اختبار يعني بالحاجات دي اللي هو كان بابا كرولوس كان رشم الأنبا شنودة كان أسقف التعليم وكان بيوعظ كان واعظ كان في الوقت ده كان لسه كان أسقف وكان متكلم يعني يحب يروح وعظات ويكلم كتير وناس كتيرة كتبت يعني شباب كانوا بيسمعوا له كتير ومنهم كان أبونا يعقوب في الوقت ده كان قبل طبعا رسامة بكتير. ففي فترة كده هوت اللي بابا كرولوس وقف الأنبا شنودة من الوعظ لأسباب يعني مش عارفين بالضبط لكن كان في أسباب. فكان كان أبونا يعقوب كان بيتكلم مع صاحبه فبيقول يعني ازاي بابا كرولوس يوقف الأنبا شنودة وكلام بعرف الواحد ما بيبقى زعلان من حاجة بيقعد يقول إدانة شوية كده. فهم طالعين من القدرائية مرة فالبابا شنودة بابا كرولوس كان نازل على السلالم فراح يسلموا عليه فراح بابا كرولوس راح ضربه في الصدر بيقول له مش عاجبك اللي انا بعمله. فابونا اتاخد ازاي عرف يعني بالظبط. وحاجات كتيره زي كده يعني الروح قالت ربنا قال له بروح بالروح ما يوصل للحياه القداسه ربنا بيكشف له عن اسرار. وعشان كده وديت يعني القديسين دول كانوا ناس عاديين لكن وصلوا للمرحلة القداسة عن اختبارهم مع الله وفي الصلاة وفي استمرارية الصلاة وجهاد الصلاة وحياة القداسة مع ربنا. ربنا لازم يكشف لهم حاجات كتيرة. فجميلة قوي اللي ربنا بيدينا فرصة اللي احنا نتكلم معاه. يعني مخلوقين اللي احنا نتكلم مع ربنا. ربنا خلق الإنسان عشان يبقى فيه علاقة معاه. وخسارة اللي احنا بنضيع وقتنا وما بنقدرش ما بنقعدش مع ربنا يكفي كفاية. أين أنت؟ هو السؤال الواحد يسأل نفسه. هل أنا حاجة معطلاني عن حياة مع الله؟ هل أنا عريان قدام ربنا بالخطية مش قادر أواجهه؟ أين أنت؟ ربنا بيسأل علينا باستمرار. جميلة قوي اللي ربنا دايما يسأل علينا ويدور علينا. وعشان كده ما آدم يعني سقط وحس اللي هو ريان ربنا نفسه هو اللي لبسه حط له الفروة وكده ولبسه من وعشان يستر عليه. جميلة قوي اللي احنا عندنا إله يستر علينا. إله بيحبنا للدرجة اللي هو بيغطي كل عيوبنا وعاوزنا برضو حتى لو وقعنا
يبقى في علاقة معاه، حوار معاه، كلام معاه، علاقة معاه. يعني دايما يعني أقول إحنا محظين، مش معلوش حظ، لكن مبروكين اللي إحنا ربنا بيدينا فرصة اللي إحنا يبقى في علاقة صلاة، علاقة صلاة معاه. لأن كتير من الأديان ما فيهاش الحكاية دي. دايما كنت دايما أقول يعني للشباب، لما كنا بنروح تايلاند وزمان كنا بنبشر هناك، كنا رايح في سنة 2004، ما كنت رحت عشان ابتدي الكنيسة بتاع تايلاند، كان ناس كتيرة بتيجي تتعرف بينا، وكنا بنروح باستمرار بالشباب، وكنا بنعمد كتير. هما طبعا من البودية، فما يجوا يتعمدوا نقول لهم طب انتوا بقى دلوقتي ممكن تتكلموا مع ربنا، يعني صلوا وكلموا مع ربنا. ما كانوش فاهمين الكونسيبت دي، لان في البودية ما عندهمش علاقات مع الالهة. هما يروحوا يطلبوا حاجات وما اعرفش ايه زي كده، ويولعوا بخور ويحطوا شمع، لكن ما فيش علاقة، ما فيش كلام مع الله، ما فيش كلام مع الآلهة دي. وفي كل الأديان، في كل الأديان ما فيش ديانة تديك علاقة شخصية مع الآلهة. ما فيش علاقات شخصية. You can't talk to them. لكن حتى يعني في الإسلام، في البوذية، في الهندية، في كل الحاجات الايجنز ديت، الالهه الايجن، مفيش الجمال اللي واحد يقدر يتكلم مع الالهه غير ربنا نفسه، ربنا بتاع الهنا اللي مدينا اللي احنا نتكلم معه. عشان وبعدين الواحد يرجع يقول طب انا ليه، يعني انا مين عشان انت رب تحب تتكلم معي. وربنا يعني لو تقروا يعني الأسفار الأولى في العهد القديم زي التكوين، خروج، عدد، تثنية، ويشوع، لو عديتوا كمية الجملة اللي بتقول and God spoke to Moses، وربنا تكلم مع موسى، هتلاقوها يمكن حوالي 70-80 مرة. كل صفحة، كل إصحاح، مش حتى إصحاح، يعني كل كذا paragraph كده تقول لك and God spoke to Moses and God spoke to Moses and God spoke to Moses. إيه ده؟ يعني وبعد كده بعد ما موسى مات and God spoke to Joshua and God spoke to Joshua. فتحس كده ربنا عاوز يتكلم معانا، يعني ده كلام. يعني موسى كان بيكلم ربنا وجها لوجها، يعني عجيبة قوي اللهنة يقدر يتكلم مع البشر وجها لوجها، ويبقى في علاقة متبادلة، وربنا وموسى يقول لربنا لا انت كده غلط ازاي، يعني انت ليه، انت يعني لو هتموتهم طب موتني انا الاول. يعني حاجات عجيبة، وتشوفوا قد ايه ربنا طيب. ومثلا علاقته مع ابراهيم، يعني مش هخبي حاجة عن ابراهيم، لازم اقول له اللي انا هعمل ايه، لازم اقول له اللي انا هحرق سدوم وعمورة. طب يعني مين ابراهيم يعني؟ لا ده ابني، ده حبيبي. يعني شوفوا قد ايه ربنا عجيب، اللي هو يهتم قوي بالبشر، يهتم قوي بأولاده، ويقول له يعني وعين يكلم مع إبراهيم ويقول له يعني أنا عندي بص في شر في صدوم، يعني المدينة دي لازم يعني خلاص بقى أنا لازم أحرقها. وبعدين طبعا إبراهيم يقول له طب بص يا رب، يعني حوار بقى، الحوار اللي احنا بنقول عليه ده الحوار، قول له طب لو في 50 واحد يعني كده هو أبرار، طب يعني تعمل ايه؟ قال مش هحرقهم. طب بس ما فيش، لو في 45 برضو مش عارف، بس ما فيش. قعد كلام حوار معاه،
شوية شوية bargaining، عارفين bargaining في الآخر طبعا هم اللي كانوا خمسة وستة whatever يعني. لكن ناس يقولوا قد إيه ربنا عنده استعداد اللي يبقى في حوار يتبادل معاه. ربنا عنده استعداد اللي احنا نتكلم معاه باستمرار ونتكلم مش بس كده هو كلمتين وثلاثة، لا ده نقعد قعدة مع بعض. وعشان كده يريد في حياتنا اللي احنا يبقى حياتنا مليانة قعود مع الله، نقعد مع ربنا. ودايما الآباء يكتشفوا قد ايه ما يبقى الواحد قاعد مع ربنا في الهدوء. وساعات زي ماري اسحاق وكل الآباء يتكلموا عن مش شرط يبقى في كلام، لأن السماء في السماء ما هوش لغة، لكن في الهدوء في السايلنس الروح يتكلم. ربنا هادي، ربنا مش ما فيش لغة في السماء، ما فيش لغة، ربنا ما عندوش لغة. اللغة دي عشان نحن واحنا على الأرض عشان نتعامل مع بعض، لكن في تبادل في الصمت في الحياة الروحية. مثلا واحد يقعد كده ويتأمل بجمال ربنا، ده صلاة، ومن خلال التأمل تسمع صوت ربنا. وأحسن وقت الواحد يتأمل أو يختبر الله أما العالم كله يبقى نايم والدنيا في الهدوء والتليفونات مش غالة في الباكر. ربنا يسوع المسيح نفسه كان يطلع نص الليل ويصلي طول الليل، ودي تعلمناها من رب يسوع نفسه. يعني الانجيل اللي فات بتاع الاسبوع اللي فات ده كلها ويسوع طلع، Jesus went to pray all night and in the morning he chooses his disciples. يعني يقول له ربنا طب انت اختار التلاميذ، سهران في الصلاة، سهران مع الله، سهران مع ربنا. واحنا بتعلم الصلاة من يسوع المسيح. فكل القديسين كانوا عايشين الحياة دي، حياة الحب ده هو في الصلاة، حب لربنا في الصلاة. الصلاة هو يعني تعبير عن حب. كل ما نصلي احنا بنعبر عن حبنا لربنا. زي ما واحد بيحب واحد أو حب يعني مراته بيحب حد، بيبقى عاوز يقضي وقت كتير معاه ويشتاق له، ويبقى عاوز يعرف هو بيعمل ايه وهي بتعمل ايه، ويبقى في فكر كده هو يعني حب يعني رومانسية كده هو مع ربنا. انتمسي، الانتمسي العلاقة شخصية مع الله. كل ما الواحد يخش في حياة الصلاة هلاقي في حياته فيها تغيير، transformation، ورحلة الترانسفورميشن بيبقى في من كل ما يبتدي هتلاقي نفسك بتبقى مور، عندك صبر. نختبر ربنا في الصلاة عندنا صبر، عندنا حنان، عندنا حب، عندنا عطاء، عندنا فكر اللي انا مش هدين، مش هتكلم كتير على الناس. هتلاقي كل مدى كده هو في تغيير 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 تغيير. وهي دي القداسة، تخش في النقاوة، القلب تتغير، القلب تتحول. مش هتقدر تعملها غير ما هي في الصلاة، في استمرارية الصلاة، في جهاد الصلاة، في حياة الصلاة. التغيير بيحصل ان ربنا بيدي نعمة. وبعدين يجي بقى الواحد مش عاوز اللي يزعل ربنا في اي حاجة، بنلاقي نفسه كده هو باستمرار بيتغير، بيبقى انسان يختلف، بيبقى انسان روحاني، انسان مليان من النعمة. وكده دايما يشوفوا الاباء يعني اللي هم عايشين حياة مع الله يبقى عليهم نعمة كده، اختبار مع الله، دول بيختبروا ربنا بيبقى عليهم نعمة. زي مثلا لما أنبا أنطونيوس مرة كانوا قاعدين يسألوا أسئلة، وكان في راهب كده هو مش بيسأل، فقالوا له أنت ليه مش بيقول له يعني أنت ليه مش بتسأل أسئلة؟ قال له يكفي أنا بص في وجهك أبي وتعزى. هي دي لوحديها تعزية، اللي هو الروح القدس بتخلي الإنسان
يجذاب، يجذب مش يجذب يعني يجذب بس attractive يعني. بحاول العربي يظبطه شوية يعني، يظبط الإنجليزي وطبعا لما نخش في حياة الصلاة بيبقى سلاح ضد الشيطان. الشيطان يكره الصلاة، وكل ما حد يخش يصلي الشيطان بيبقى كده مرعوب من الصلاة. أكتر حاجة ترعب الشيطان هي الصلاة. بيخرجوا الشياطين إزاي؟ بيخرجوا بالصلاة وبالصليب. فعاوز تخلي الشيطان ما يحوطش حواليك يبقى هي قوة الصلاة. قوة الصلاة، the power of prayer is a weapon against the evil spirits and fight us. The temptation. Maris Hasireni Ul, it's an armor of the soul. Prayer is an armor of the soul. زي الشيلد، عارفين واحد العسكري ما بيبقى دوت لبس armor. And a fortress against the assault of the enemy and the source of divine power. يعني قوة إلهية بتيجي في حياة الصلاة ضد الشيطان. الشيطان يعني ربنا بيحوط الإنسان، عارفين زي ما أيوب الشيطان حب يجرب أيوب، فرح لربنا وقال له أنت عندك واحد اسمه أيوب وأنت يعني حميه ومش قادر، مفيش حد يقدر، بس أنت لو شلت إيدك عنه هي 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 هينكرك. قال له لا، قال له عشان أنت حاطط حواليه هيج، ما اعرفش بالعربي ايه، زي سور مسيء سور. فالعباره ديت جميله قوي، ان ربنا في حياتنا معاه ممكن يحط سور حوالينا اللي الشيطان مش قادر يقرب ليه. فقال له انت لو شلت السور ده انا هو مش هي يعني هينعل، هي يلعن. قال له ربنا لا، وبص انا هشيل لك السور ده لكن اعمل اللي انت عاوزه بس ما تموتوش. شفت بقى الشيطان عمل ايه فيه؟ اما ربنا شال السور ده او الحج ده، يعني حاجات صعبه. فالصلاه هي دي الصلاه اللي ربنا بيهج. لو ربنا رفع ايديه عن العالم الشيطان هيموت العالم، لكن ربنا بيحوطنا بنعمته، حوطنا كده هو، وتحس بالفنس ده او الهج ده اكتر اما تخش في علاقه مع الله. تحس كده مطمن، تحس ان انت سكيور، تحس ان انت مليان ببروتكشن بقدسين، حياه كده بتبقى فرحانه مبسوطه ومطمنه في حياتنا. فالصلاة بيحمينا من الشيطان، يحمينا من الأفكار، ويحمينا من الديبريشن، ويحمينا من الانكزايتي، يحمينا من الانسيكوريتي اللي أنا خايف من الدنيا، خايف من المستقبل. كل ما تقرب لربنا في الصلاة كل ما تطمن. You find security, you find peace, you find joy, you find happiness. ومطمن لربنا سندك وحط محوطك بنعمته. جميلة قوي اللي الواحد يبقى حاسس كده حياته في ايدين ربنا، حياتك في تبقى في ايدين ربنا. ده اللي الواحد لما بيطمن بتيجي من حياة الصلاة. ما تقدرش تاخد الحاجة تطمنك ديت من ربنا من غير ما تصلي وتعيش حياة مع الله. فربنا عاوز يدينا ويكشف لنا ويعرفنا بحاجات كتيرة في حياتنا. الحياة الصلاة silent prayer is the inner stillness، الهدوء. الهدوء في الصلاة مهمة قوي، لأن ديت حاجة بتبقى يعني احنا دايما بنتكلم كلام 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 كتير في الصلاة وبنطلب كتير. ما هيش دي الصلاة. الصلاة مش طلبات، الصلاة تأمل في وجود الله. يعني دايما الآباء يتكلموا عن contemplative prayers،
يعني مش بس كلام وطلبات وانا عاوز اديني ونجح العيال ودينا شغل وقلنا ما اعرفش ايه والكلام ده، ده كل ده سهل عند ربنا، لان هو قال اطلبوا ملكوت الله وبره كله تزاد ليك. لكن ربنا عاوز علاقه اعمق من الطلبات. سهل قوي اللي ربنا يدينا كتير وبيدي كتير، لكن عاوز ما يبقاش الحوار طلبات اكتر ما هي adorning. عارفين يعني adorning؟ يعني حس بجمال، جمال ربنا، وجود ربنا، تحس كده هو تأمل في حياة الله، حياة ربنا وهو على الأرض. مثلا تحط نفسك في أي موقف في الأناجيل، يعني ممكن في قعدتك مع ربنا كده هو تقول له رب أنا عاوز أحس إن أنا قاعدة معاك وأنت في العشاء الأخير، وأنت بتقول خذوا كلوا هذا جسدي، خذوا اشربوا. ممكن الواحد يرجع فكره 2000 سنة ويقعد نفسه في نفس الترابيزة دي. ودي يعني هو نوع من الصلاة اللي انت ترجع نفسك. مثلا تبقى تقول لنفسك انا عاوز اكون واحدة او واحد من 5000 اللي كانوا شايفين يسوع المسيح والتلاميذ بيوزعوا 5 خبزات والسمكتين. It's contemplative prayer. يعني contemplation يعني تأمل، يعني الصلاة بالتأمل و adorning of the Lord، جمال ربنا، حس ب يعني adoration for the Lord. يعني دي بتخلينا إحساس يختلف في حياة الصلاة، اللي هي to adorn the presence of God, the feeling of being God, adorning إحساسنا بوجود ربنا، ونرجع نفسنا إذا نعيش حياة مع الله 2000 سنة. احنا ما كناش موجودين، لكن احنا ممكن نرجع فكرنا ونعيش معه في الفكر، وده تأمل. والتأمل ده بيدينا احساس جميل وحلو، اللي انا شايفك وانت كنت معانا على الارض يا رب. خصوصا لما الواحد مخه في الصلاة يبعد ويتشتت بامور، مثلا حد اتكلم في حاجة او سمعت حاجة، وبعدين عارفين ساعات واحد بيسرح في الصلاة. لما تيجي نسرح في الصلاة الاباء يقولوا رجع الفكر وحط فكر من موقف في حياة المسيح. يعني انت مثلا بتصلي وفكرك راح بعيد خالص عن الصلاة، وانت بتتكلم بس مش في وعيك، وقف ورجع كده هو قول طب انا ربنا عاوز احط نفسي مثلا مطرح بطرس، وانت قلت لبطرس تعالى وامشي على الميه، وانت بتقول لي يا رب تعالى امشي على الميه وكده، يعني الفكر او يعني حاجه يعني زي كده، اي حاجه. مثلا تحط نفسك وانت تحت الصليب وبتتفرج على يسوع المسيح وهو بيتصلب. حط نفسك مثلا مع 3 التلاميذ اللي كانوا في التجلي، وتشوف مجد ربنا وتتعظم بمجد ربنا كده هو، وتتخيل كان الصورة دي كانت شكلها ازاي. فده بيرجع الفكر تاني للصلاة، ان باخد موقف في حياة ربنا يسوع المسيح على الارض وبستخدمه في فكري في الصلاة. فديت بتساعدنا اللي احنا ما نخليش الواحد مخه او فكره يبعد عن الصلاة وهو بيصلي. يعني دايما الواحد بيسرح حتى في القداس، كل واحد كلنا بنسرح في القداس وفي الصلاة وفي كده، لكن بنحاول نجيبها تاني، نرجعها تاني، نقف ونجيب الفكر تاني عشان نستفاد بحياتنا مع في الصلاة. مطلوب مننا يبقى دايما في الحياة الصلاة يبقى unceasing prayer، صلاة باستمرارية. يعني صلوا غير انقطاع. بولس الرسول يقول لنا هو ايه الصلاة غير انقطاع، اللي هو فكرك دايما مع ربنا.
يعني طبعا مش كلنا هنقعد يعني في قلاية ونصلي طول النهار، لا، لكن ليه قانون صلاة، قانون كل واحد لازم يبقى ليه قانون صلاة الصبح وصلاة بالليل وأقعد مع الله وساعات في نص الليل وأداديس وكل ده. لكن أثناء النهار وفي الشغل برضو في فكرنا بيبقى مع ربنا، يا رب يسوع المسيح مثلا الموقف كده هو منظر مش كويس، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع اسمعني. مثلا هتخش مثلا انترفيو، اول ما تخش الانترفيو يا رب يسوع المسيح اسندني واديني حكمه وفي الكلام، وسالوك سؤال وانت في الانترفيو ومش عارف، يا رب اديني حكمه، اديني حكمه لنرد، يعني عارف استخدام ربنا. وانت مثلا يعني حاجه كده هو حصلت، يا رب يسوع المسيح استخدام ربنا باستمرار. وانا في اي مكان وانا ماشي في الشارع دايما مشغول بربنا، شوف حاجه جميله، يا شوف يا ربنا ده انت خلقتنا، خلقت الحكايه مثلا المنظر ده، يعني كل حاجه بتبقى بتدل على وجود ربنا في حياتنا. ده الصلاه اللي هو unceasing prayer، اللي هو الصلاة الدائمة، مش لازم يبقى فيها كلام أكتر ما هي ذكر، ذكرية، أنا بتذكر وجود ربنا في حياتي، حاسس بوجود ربنا في حياتي. فمش عايز أطول قوي، يعني طبعا حياتنا الصلاة بتبقى كلها بيبقى فيها شكر، بنشكر ربنا باستمرار، كل ما دايما الكنيسة تعلمنا الشكر في الصلاة. الصلاة هي قوة عظيمة، وكل ما نستخدمها تبقى زي قوة ضد الشيطان وقوة في حياتنا مستجابة. كل ما الواحد يقرب لربنا في الصلاة هيلاقي ربنا بيستجيب في 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 في, في, في استجابة في الصلاة. ودايما كل جهاد لازم يبقى فيه جايزة. The reward of prayer is the divine presence of God. يعني تحت كل ما حياتنا الصلاة وجهادنا في الصلاة لازم يبقى فيه جايزة. الجايزة ايه؟ احساس بربنا في وجوده. Prayer is the divine essence. The reward is the divine essence of God. تحس باللاهوت ربنا في حياتك. And تحس بوجود الملكوت, the heavenly glory, and the soul finds rest and joy and embracing of God's love. تحس بحب ربنا وربنا يعني embracing us بحبه. ده الحياة الصلاة بتوصلنا اللي هي the sweetness of the divine love. كل جهاد روحي، كل صلاة وصوم وكل ده لازم يوصلنا إلى أعماق الله في حبه، نختبر حب ربنا عن 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 قوة عظيمة وفي فرح. Experiencing the divine love اللي هو الحب الإلهي، تحس بوجود ربنا وحبه وتحس اللي هو ماسكك كده هوت وحضنك في ايديه وانت فرحان، توصلك للفرح. دايما الحياة اللي مع ربنا في الصلاة توصلنا للفرح مش للنكت، ولا الواحد يبقى متضايق او depressed. لا، مش دي طريقة الصلاة، مش طريقة الحياة الروحية، أو يشخط ويزعق ويتخانق. لا، ربنا كل ما الواحد بيبقى حاسس بوجود ربنا بيبقى فرحان، لازم يبقى فرحان ويبقى مزغطط مش كده؟ ها؟ مزغطط، ها؟ مزغطط؟ مزغطط. يبقى كده هو حاسس بفرح وجمال وحب ويحب كل الناس اللي حواليه ويسامح ويبقى شايل، يعني ما يشيلش من أي حد. طولت عليكم، ربنا يدينا نعمة اللي احنا نعيش حياة الصلاة وحياة عميقة مع الله، ونختبر أعماق حب ربنا في حياتنا، ويحمينا دايما من عدو الخير. Glory be to God forever. Amen.